حياكم الله أعزائي المشاهدين الكرام مشاهدي قناة الطليعة الفضائية، ومساكم الله بالخير وحلقة جديدة من برنامج قصة دارمي. مثل ما عودناكم نشارككم قصة من قصة دارمي وموروث الدارمي. اليوم قصتنا وسالفتنا عن الشاعر المرحوم رحيم المالكي رحمه الله. رحيم المالكي كان يعز أخوه حيل، ورحيم المالكي من النوع اللي يدخن هواية، فأخوه حالة صحية مو زينة ومحضر. تعرفون أعزائنا المشاهدين اليوم الإنسان من يحضر وتحضر الوفاة يلتمن عليه أمهاته ويلتمن عليه قرايبه ويلتمون أهله كلهم. فرحيم المالكي طلع وقف بالباب يدخين وأخوه محضير والوضعية مأساوية، فواقف بالباب وجقارته بيده وسمع صيحة النسوان فعرف أخوه مات. بهاي الأثناء رحيم المالكي قال بيت دارمي، قال واجف جنت بالباب من صيحا مات، واجف جنت بالباب من صيحا مات، خامن ملك الموت من ياك ترفات. نعم أحبتي، هذا من موروث الدارمي للمرحوم الشاعر الرحيم المالكي رحمه الله. اليوم ضيوفنا مختلفين ومبدعين وجميلين جدا، من الشباب ومن المبدعين ومن الذين يكتبون الدارمي الصح ويكتبون بيت الدارمي. وأنا أقولها مسبقا، هناك فرق كبير بين بيت الدارمي وبين الدارمي. يوجد دارمي سرد ويوجد بيت دارمي. ضيوفنا أنا أجزم لكم من الذين يكتبون بيت الدارمي، حياكم الله. حياك الله مولاي العزيز، الله يسلمك مولاي، شرفتنا ونورتنا، الله يحفظك. شكرا لك ولقناة الطليعة الفضائية على الدعوة الكريمة. كل الهلا، الله يسلمك مولاي، كل الهلا، الله يحفظك. سليم الشبلاوي، الله يحفظك سيدنا، اهلا وسهلا ومرحبا، عزك رحمة الله، نورتنا التنور سيدنا، الله يحفظك بنعمة الله. شلون الغريب؟ كله بخير. منتدى الغير شلونه؟ بنعمة الله، كل الهلا، الله يحفظك سيدنا. شلون المعنويات اليوم؟ لا عالي العال ان شاء الله. انتم سمعتوا انا قلت مني يكتبون بيت الدارمي امام المشاهدين. نعم ان شاء الله. اذا ما سمعت بيت دار ما اعارضك ان شاء الله. تسمع دار ان شاء الله. عافية اخوي. يلا مرتضى خلنا نسمع منك، اسمع منك سالفه بالبدايه. خدمتك مولاي. يلا اسمع. سيدنا اثناء تحرير احدى المناطق من قبل ابطال القوات الامنيه والحشد الشعبي، عافية، صار عليهم تعرض من جهه، فسقط احد الابطال جريحا، وجت نساء عليهم من الجهه الثانيه، ومن جهه تعرض، فأحد الأبطال سقط جريحاً. إجا صاحبه يريد يشيله، يحاكي صاحبه يقول له رد لا تجين بخير، رد لا تجين بخير وجروح أشلهن، الله الله، أركض للمفرعات وعدل شيلهن، الله 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 الله، الله، الله. رد لا تجين بخير، رد لا تجين بخير وجروح أشلهن، أركض للمفرعات وعدل شيلهن، الله 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 الله، الله يسلمك مولاي. سليم خلنا اسمع منك. الله يحفظك مولاي خادم، اسمع منك سالفة موقف وبيت وياه. يلا نسمع. أنا بعد زواجي 4 سنوات ما صار عندي ذرية. الله يرزقك بالذرية إن شاء الله. رحم الله والديك، الحمد لله الله رزقني بعد ال4 سنوات. الحمد لله سميتك. برضى ويا رضى. هلا برضى. الله يحفظك بعد قلب سيدنا أبو الأكبر. أي. يوم منهن جاي من الشغل أنا حال، أنا وولدي وياي ربعي. أي. طبينا الفرعنا دنيا المغرب. أي. من طبينا الفرع كل ما تلقاه وليده يركض. الله. شايف الطفل من حربوه. الله. أنا بديك الساعة يعني حزت بقلبي. الله وانا بنفسي. الله. فقلت بيت دارمي يعني بذيك اللحظه، قلت شيبت وانا رجاح، شيبت وانا رجاح، يا رب كم دوب ما مش طفل بالبيت ينحر من الغروب. الله 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 يحفظك سيدنا، الله يعزك. شيبت وانا رجاح، شيبت وانا رجاح، يا رب كم دوب ما مش طفل بالبيت ينحر من الغروب. الله الله يحفظك سيدنا، الله يعزك. خلنا اسمع منك مرتضى. خادمك مولاي. الله يحفظك العفو. نبدا لأهل البيت عليهم السلام. عليهم السلام أحسن. يا الحسن جودك فاض. يا الحسن جودك فاض والكل عبرته. ما حد يزود عليك بس أنت وأنت. صح. الله يسلمك. السيدة زينب تخاطب الإمام العباس عليه السلام. نعم. ك
كافل خدرنا وهاي حكمة ورياسة، كافل خدرنا وهاي حكمة ورياسة، شاياه قبلك حاط ريشة على راسه. الله يسلمك مولاي، الله يحفظك. الله للخوة اللي في عنوان، للخوة اللي في عنوان، حامي الظعن حط بالجربة حفنة ماي وبقصة الشط. الله 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 يسلمك مولاي. الإمام العباسي خاطب السيدة زينب. نعم. اشطول درب الشام، اشطول درب الشام، قوى الله حيلك، قوى الله حيلك، اشطول درب الشام، قوى الله حيلك، لو مسهم بالعين بعيون اشيلك. الله يسلمك مولاي. الله 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 يحفظك. الله 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 يسلمك مولاي. خل اسمع منك سليم. الله يحفظك خادم مولاي. ابتدي وجداني. صحبي يتهنى صغير وسياج صيره، صحبي يتهنى صغير وسياج صيره، بس تعتني بالعوز وادم كثيره. الله 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 يحفظك سيدنا. فزحته بس ما جاش، فزحته بس ما جاش، لا شفته زوده، الله، وانا انترس فشخات راسع لموده. الله الله يحفظك سيدنا. الله 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 يعزك. الله سليم. الله يعزك. حشمتك وما جيت، اي حشمتك وما جيت، والسمع صوتي، اي وافزح كنت وياك حتى على اخوتي. الله 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 يحفظك. وفزعتك ما تراد يا الموشه هلها، فزعتك ما تراد يا الموشه هلها، ردتك تطفي النار مو تلحجلها. الله 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 يعزك. الله 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 يحفظك. صح اضحك السمعون، اي صح اضحك السمعون، صوت شعلاته اضحك كذب شفيان شر للشماته. الله الله يعزك مولاي. ولا فخت مثل الناس، لا فخت مثل الناس، لا شفت راحة يا روحي، صار سنين ما مستراحة. الله 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 يعزك. الله وشو لاقمت وياي، شو لاقمت وياي، لا ودعتني، شو لاقمت وياي، لا ودعتني، مو للقبر للباب ردتك تزتني. الله 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 يعزك مولاي. الله يحفظك. الله يعزك. الله الله يا سليم. الله يحفظك سيدنا. الله يحفظك. زيدني بعد سليم خادم. لو الحجة انه مرتضى خادم. لا مو يلا مرتضى الحجة انه اخوي خادم مولاي. دا وجداني خادم مولاي. بدي اروح لك. روح ام عزم، روح ام عزم، بالضيج ما قل عزمها، وحتى على ملك الموت شالت خشمها. الله 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 يسلمك مولاي. الزلمه مني طيح عيبي تشتشه، اي والله صدق. الزلمه مني طيح عيبي تشتشه، كونك بحلق الموت لا تطردشه، يجفوف بالعز دوم، يجفوف بالعز دوم، خلي اهتمامك صح، مرخوصة تنمدين بس بسلامك. الله 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 يسلمك مولاي. يجفوفي يجفوفي بالعز دوم، خلي اهتمامك مرخوصة، مرخوصة تنمدين بس بسلامك. الله يا مرتضى. ما وهوست من جار، ما وهوست من جار، وقت وزمانه، ولا خضرت بحجاج ربع لعانه. الله 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 يسلمك مولاي. الله 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 يسلمك. الله سليم سؤال. نعم مولاي. باختصار وبس جاوبني بصراحه. نعم. قبل مده ليش فقار الشبلاوي انسحب من المنتدى وقال انا بطلت؟ فقار من انسحب لاسباب تسقيط، طبعا تسقيط جاء وضغوطات عليه. سقطوه؟ نعم تسقيط شخصي له. شوالش قالوا له؟ تسقيط يعني الولد نجح وجاء تسقيط داخلي وخارجي، ما أريد بعد أفصح يعني عن شيء يعني ما أقدر أفصح يعني عن شيء يعني. سيدنا طلعنا عن الأمور السياسية. لا لا هي مو سياسية، هي أمور يعني. هو أول ما شفته أنا نشر، طبعا تحياتنا والسلام، نشر أنا انسحب وعوف منتدى الغريب وبطلت وما العلاقة وزين
سيد والدور ها رجعت مولاي مولاي الشجره المثمره محاربه هاي الكل معروفه. هو جاي يعني هو صار عليه تسقيط وضغوطات وجاي يسمع حكي وحتى جاي يعني يشكون لاخوته من عدن. سؤال جاوبنا عليه ليش الرجال انسحب من التسقيطات. شنو التسقيطات؟ التسقيطات قالوا علي هاك حكي ما نقدر نذكره يعني, يعني, بال... يعني ما نقدر نذكره يعني بالاعلام سيدنا ما اقدر اذكره بالاعلام. هاي يجوز شيء شخص هو بما يقبل اي والله ما يقبل هو؟ نعم مو ما يقبل هو هذا شيء يعني له هو ما اقدر اصرح عنه يعني منه وبيسقطه؟ التسقيطات داخليه وخارجيه. اخي يا جوان ما اخذ وقت من وقت البرنامج منه وبيسقطه؟ سيدنا ما اقدر احدد لك انا شغلات هاي له هو شخصيا يعني انا ما ليش اصرح عن مرتضى الهيبي. نعم الشوف الوسط مترهل بالإسفاف بالكتابة. سيدنا حاليا بالوضع الحالي أي الكثير من الشعراء أي صار عندهم إسفاف والكثير منهم يعتبرون الكثرة بالدارمي هو يوصلهم للوسط الشعري نتاج والساحة الشعرية هذا بالنتيجة نتاج نتاج بس النتاج المفروض يكون رافد بصوره شعريه. اجا انا اشوف جاي شيء فكره جميله يعني يا جماعه ينزلون 10 او 15 بيت زين هسه يوميا احنا جايين نشوف جاي نشوف يعني اكتبهن كلهن سوى اي جاي ينزل يوميا يعني ايه الافضل تكتب لك انت بيت انت هذا الرجال تعبان اكتب له 15 بيت سوى سيد هو لا عنده امكانيه لا عنده امكانيه وعنده وقت كافي خليه يكتب بس مو انت بالشهر تنزل يعني يوميه بيتين تنزل بالشهر عم 15 انا شايف 15 20 خلاص خلينا نفترض اثنين يعني تنزل لك بالشهر 60 ال 60 ما راح اقول لك 15 يا اثنين قلت 15 هسه خلينا نقول اثنين نفترض اثنين راح ينزل بالشهر 60 بيت ال 60 ولا بيت راح يصل عشان اي والله شلون 15 ولا بس يريد ينشر حسبه على انه يصل للساحه الشعريه والوسط الشعري عن طريق الاسفاف الكثره بالدارمي بالعكس هذا شيء خاطئ جدا وبالمذمه راح يصل للناس بالمذمه. المرحوم سيد احمد ال سيد نجيم الله يرحمه يقول كتاب الدارمي الدارمي اولا تكتب قوي ولا ما قدرت على القوي اكتب المقبول هسه جماعتنا لا القوي ولا المقبول يوميا يحط له اثنين ثلاثه خمسه سته ما هي لا اول انا هذا ابو ال 15 لو هسه لو الله يوفقه يسوي قافيه واحده تصير قصيده دارمي هو اختار قصيده يصير مشكله اي والله سيد زين خل اسمع منك خادمك مولاي هيهات طخ ورجاج هيهات طخ ورجاج يا دنيا فنج فنج لا سمسم ولا ماش حصلنا منج شواك طلعت فارغ ما ترضى روح بعون ما ترضى روح بعون خطت شرطها ايد على ظهر القاع ما تهوى حطها الله سلمك مولاي يا روحي لا تشجين يا روح لا تشكين لو صار الوداع شفك ينوش الغيم ويجر للقاع يا سلام سلمك مولاي عملت رفيج وياي عملت رفيج وياي ما مش مثلها سوى مثل تجيب العار وشيوخ اهلها الله 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 يسلمك الله الله مولاي الله يحفظك الله الله سليم هل اسمع منك خادم سيدنا حسرة لك بالدلال يلعن رايح حسرة لك بالدلال يلعن رايح حسرة يتيم وشاف قبر امه طايح الله 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 يحفظك سيد حق من نوح عليك حق من نوح عليك يتسوى نوحي حق من نوح عليك يتسوى نوحي من رحت ولها اليوم مختنقه روحي الله يحفظك الله وما تستكن وتلوج روحي على خلها خوش ما تستكن وتلوج روحي على خلها مثل العليها يريد ياخذ رجلها الله 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 يحفظك سيد الله يعزك الله الله يحفظك مولاي سمعنا بعد قلبي من اشوفه هواي شو يركض يقوم حلو قلبي من اشوفه هواي شو يركض يقوم وتبين الدقات من فوق الهدوم يا سلام يا سلام الله يحفظك مولاي عيد هذا البيت
قلبي من اشوفه هواي شو يركض يقوم وتبين الدقات من فوق الهدوم. ويلي هذا صدق الحكي؟ لا يا اخوي ايش بيك تسطير هذا؟ مرتضى خلي شوي لا هذا الحكي صدق مالته؟ والله ما ادري يا بسيد مبين معلومات ما عنده معلومات سر ربي. لا انت حاكيني بعيونك وانا افتهم الوضعيه. سر ربي ما عنده معلومات. لا لا انا اسال يباوع لي؟ لا لا صدق صدق. اي عافية قول صدق. ولا تشيل الجرح بخير. انت من تقول انت شوف انت من تقول صدق غير من جانبك تقوى العلاج. لا اكيد. اي ولا تشيل الجرح بخيط عطابه وشوي كلش. لا تشيل الجرح بخيط عطابه وشوي عطابه وشوي خاطر يظن يا شان يا ولف الاكذي. خاب زلمه وطحت للقاع وفراقه فتني. اي زلمه وطحت للقاع وفراقه فتني وفراقه فتني جابه وعصا سليمان ما قومتني. الله 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 مرتضى. تحياتنا الغماس وتحياتنا لكل مدن الديوانيه. الله يسلمك. ولا يختلف اثنين انه الديوانيه مملكه دارمي. بس تقولون احنا غماس نحن وبعدنا الطوفان ماكو غيرنا بالدارمي ليش؟ بس انتم تكتبون دارمي؟ لا سيد ماكو تصريح. جيب لي تصريح. انا ما اجيب لك تصريح. لا لا هذا شوف هاي الاشياء انا اعرفها يمك. زين تقولون نحن وبعدنا الطوفان. سيدنا كل التحايا لكم وهذا الشيء لا ينكر. اذا منكم السيد احمد السيد نجيم، اذا منكم بالنسبه للشباب، اذا منكم مرتضى انت الشاب المبدع، اذا منكم الاسماء كثيره. السيد الغرابي شو اسمه من غماس؟ سيد عطيه. سيد عطيه الغرابي. سيد وكثير الاسماء. سيدنا بالنسبه الغماس مدينه سيد احمد السيد نجيم اجياد العمى جاهل الفرحان مهدى الجاسم عباد البشعله هذا من الموروث. اما بالوقت الحالي على الصلال جبار العبادي احمد ال كساب غيث الغزي والكثير من الشباب المبدعين جدا. فانت لا تمتلك هيش قامات شعريه كبيره جدا من حقك تتباهى وتكون بالمقدمه. انت في المقدمه؟ ان شاء الله بالمقدمه. والنعم. ايش تقرا لي غماس؟ شوف فاجئتك انا بالسؤال ما محضر شيء بس تقرا لي ابيات لغماس؟ للموجودين مو للمتوفين. للموجودين ابو عبد احمد ال كساب تحياتنا إليه. تحياتنا لأبو عبيد أحمد الكساب. يقول شا عجبة تكرم ضيف شا عجبة تكرم ضيف وجوبك ثقال عزبنا وإحنا الدين واصل للعقال. الله 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 الله. علي حضر الأبيات للنجف وللغري. علي الجبار. يقول علي يطعن بمكفاي قلت الشريفة. ويلي علي يطعن بمكفاي قلت الشريفة ما اريدك تخلين ساف بمضيف. الله ولا حد هدمين. سيد غانم الموسوي ادفن ابويا وقوف. الله 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 ادفن ابويا وقوف من تطلع الروح. الله اكبر. ادفن ابويا وقوف من تطلع الروح فشل ليجي المثواي القان مطروح. الله 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 يسلمك مولاي. ادفن ابويا وقوف من تطلع الروح فشل ليجي المثواي القان مطروح. الله سرمد الازلي. الله الله يقول من القهوه ما شبعان. من القهوه ما شبعان بس رجفة الايد. حلو. خلى القهوة وراح حسباله ما اريد. الله الله يسلمك مولاي. طبعا نعطيك المجال راح تقرا تظل للصبح لغماس. اي والله خلنا نسمع منك سليم حتى نطلع فاصل. خادم مولاي ابتدي للنجف مو تريد. لا مو نبتدي اريد من اللي حضرنك عوف الورقه. من اللي حضرني؟ من اللي حضرني؟ انا ما اريد من الورقه لان مثل ما فاجات مرتضى لازم افاجئك. بيت الحميد الشيباني. اي ابو طالب الناس رجال بعيد عن الاعلام. اي يقول عد الحبل مكروه ليش؟ وكره طواريه. زين عد الحبل مكروه وكره طواريه كيف على زينب بدار وتشتفت بيه. الله 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 ولاخوتي منتدى الغري طبعا. حامد الشبلي. حد راح اسوي وياك حد راح اسوي وياك يا الجازي حدك ولو صرت من بيبان رزق اللي سدك. الله الله يحفظك. الله بيت الاخوي يونس الخويلدي.
مكسورة عند تقول ما كن محتاز. طيب مكسورة عند تقول ما كن محتاز دقة طبول الشام دقوا للإعزاز. الله الله الله, الله يحفظك. منتدى الغري فيه كثير من الشعراء أظن بيه 30 عضو أو 40 مجتمع. نعم نعم. إذا هسه راح نقرأ نظل لا هواي حلقة كاملة خلنا نأخذ فاصل مع الموروث ونرجع. الله يحفظك سيدي. أعزائي المشاهدين فاصل ونعود إليه. الموروث كما رواه الضيوف لنا من النجف والديوانية. النجف دشداشة سودة وعين سودة على مملوح هذا ويمر عليك شي يسوي بالروح دشداشة سودة عليك مو كلش تلوق البس البيضة وفوت يتخبل السوق. الديوانية السيد أحمد السيد نجيم غماص سكت بصوت الليل قالوا لي مسموع وهدومي الماجية زفرة من الدموع قبر أمه وتعداه من يرضى بيها من بعد وش تميت ريحة ثديها شق ببحر شتروف منه شتدبره حيرنا خيط الماي ما طب لبره. هذا من موروث الديوانية والنجف الأشرف حبتي. عدنا معكم أعزائي المشاهدين الكرام في برنامج قصة الدارمي مع الضيوف المبدعين والجميلين كما نوهت وأسلفت في مقدمة الحلقة من الذين يكتبون بيت الدارمي. حياكم الله. حياك الله مولاي. الله يسلمك. خلنا نسمع. خادمكم لا. لا تظن بينا اللوذ لا تظن بينا اللوذ نهوى البعيدة مفقع كمحنا نهيج وقت الرعيدة. الله الله يسلمك مولاي. الله يلتحكي بس بالباش قدرك فتيلة وما جدح بيدك يوم زمر الطويلة. حلو سلمك مولاي. وإلى كريم العراق الجد المرحوم أبو موحان ميلال عطية ألف رحمة الله. للكرم حط ثبات والمثل ينزار. اي والله للكرم حط ثبات والمثل ينزار ما مش جدر بالحوش ما حرقت النار. الله 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 يسلمك مولاي. الله بذاك القحط والعوز ذاك القحط والعود صاح انقل وشيل. اي والله ذاك القحط والعود صاح انقل وشيل سواها مير طعوس والوادم تشيل. الله الله الله. عزبنا والقصاب ظل بينا محتار. ظل بينا محتار قد ما رصفنا قدور يمه قد النار. الله 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 يسلمك مولاي. اي خويا سليم خادم مولاي. هم تدري حالي شلون يا المجف عني مثل اللفن يا عقوب عقبك لفني. الله وتغيرت يا فلان موش انت بذاك لا تنشدش مدريك وجهه وقف اقراك. يا سلام يا الخنت بي اقبال شمات وعداي بيا وجه رديت والمن بعد جاي. ولله رد اشق الزيج والمغرب انخاه كون الخذاه اسبوع ما تبقى وياه. الله 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 الله. سليم نعم شو تشوف الدارمي اللي ينكتب على موقف وجداني اجمل ويكون عمره اطول لو اللي ينكتب هذا مال زماط هسه مثل دارميات مرتضى اسمعهن زين دارميات مرتضى كله باش وفتيله وما احس بيهن دارميات مال دقه عشاريه. سيد شعر كل شيء يتطلق سيد شعر كل شيء يتطلق. لا هو يتطلق اتفق وياك بس يا هل يعيش اكثر بيئه الموقف اكيد يعيش اكثر بس كل من وذوقه وكل من يكتب على ذوقه وكل من يكتب على المار بي لا اي اذواق هي شعر اذواق بس الموقف اكيد بيئه الموقف يعيش اكثر. المار بي انت بمن مار وكتبت
كل شاعر يمر يعني يمر بقصة حب يمر بهواية أشياء يكتب عليها أكيد لعد ما يطلع. مريت بهاي القصة؟ نعم مرينا هواية أشياء أكيد يعني. مرت ماكو واحد ما مر بيها. قواك الله الله يعني ماكو واحد. النجف النجف نعم. أنتم منتدى الغريب نعم. والنجف شوف لكم حركة كلش حلوة موفقين إن شاء الله أماسي شهرية موفقين على هذا الشيء وحسب لكم. الله يحفظك سيد. ولكن أشوف أكو صراعات داخلية بالنجف ليش؟ ان شاء الله ماكو صراعات داخليه الا اشياء بسيطه واشياء شخصيه يعني بين اشخاص يعني ماكو شيء ان شاء الله يعني اضاف لكم اكيد اضاف ان اكيد اكيد للشباب اضاف انا واحد من الناس طلعت من الغري ما طالع قبل الغري وهواي شباب اضاف لها الغري وطلعها الغري ما كانت طالعه على الاعلام حلو الغري متفضل علينا كلش كلش من المتفضل عليك مرتضى الهيبي سيد هو الداعم مو المتفضل الداعم او المتفضل عليك هو اليوم اقول لك اليوم اللي اقول لك السلام عليكم هو متفضل اليوم اللي اي بالنسبه ترى كلها فضل يعني الدعم الفضل لله سبحانه وتعالى الحمد لله والداعم ابو عابد احمد الكساب تحياتنا له داعم لك شخصيا لو داعم الي والمتواجدين وياي بغماس بغماس زين نعم اشوف دارمياتك كلهن يعني يخلى من الوجدان ليش هو سيد هذا الشعر لا لا اوكي متفقك شعر شعر ابيات ابيات جميله جميله صوره شعريه بس اكو اريد ابيات يكون بيها اكثر الابيات سيد تنكتب عن موقف حلو انا مو من النوع اللي يفكر يعني هسه انا افتهم منك موقفك كله اخوي طلايب عشائريه لا الحمد لله والشكر مسالم هذا موقف ما اقول لك سليم بختك هذا على الموقف انا بس بيت هذا على الموقف اخوي لا هو كل طويل وبرنا وباي ذن بس بيت يعني بهن طويله خوش هسه ذني سيد انت تدور غزل ادري بيك يلا سمعنا غزل خادم عن بعد ايش ما بيك اي هيك عن بعد ايش ما بيك بعيونك انك اي راضي بحريج الروح من كونه منك الله الله الله, الله يسلمك مولاي الله من تمر ضج الصير من تمر ضج الصير ما نبقى بفراش رنت حجلها تقول فشقة بحلق باش الله الله يسلمك مولاي يعني هم ردينا للباب حتى بالغزل حتى بالغزل لا يا اخوي اسمع سعيد لا هو كلهن بهن محرم سيد شكو هاي بعد لا يعني هذا تودي للتحبه لا الحمد لله والشكر ما احب انت متزوج؟ متزوج وعندي 3 بنات حلو ما تحب؟ لا ابد شيخو بقول احب زوجتي ها؟ قول احب زوجتي هذا شيء منتهي منه ما يحتاج اجابه خل اسمع منك بعد خادم بس بروح الحسين مباشر لا وعلي بعد ما كباش للمثل عايز شوق للمثل عايز شوق انا ادري اعفي خلونا غطب ذنوب يم الله تصفي الله 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 يسلمك امس للمثل عايز شوق للمثل يعفي للمثل عايز شوق انا ادري يعفي انا ادري يعفي خلونا غطب ذنوب يم الله تصفي امس المسه اي امس المسه وهالناس تستغفر التوب وانت ذكرك والمكدرات شوكن بالغروب الله 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 سلمك مولاي بعد عيني ويا سليم نعم مولاي اظهر لنا ما بجعبتك ابشر لو كنت يم شمات لا تشكي الهموم لو كنت يم شمات لا تشكي الهموم خل حسرتك بالروح وترخص وقوم الله يا صدق شكو حاجي من تنخموش الناس بس ربك انخاه من تنخموش الناس بس ربك انخاه البشر من يطيك منه بعطاياه الله 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 يحفظك سيد ومد ايدك على الفوق للبعيد مد ايدك على الفوق كون انت بريح لا تلقط بالقاع والوحده يطيح الله 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 يحفظك سيد ايضا للبعيد ما تدري ما ينباع ما تدري ما ينباع لا ينشر الجود ما تدري ما ينباع لا ينشر الجود والعليه ما تنجاب بالعانه وجرود الله الله يحفظك سيد
الله يعزك. سليم نعم، من هو صاحب الفضل على الدارمي في العراق وفي النجف؟ كل من خدم الدارمي. والسؤال مكرر إلى مرتضى اللي هي. كل من خدم الدارمي كبير أم صغير؟ من هو؟ كل من خدم الدارمي سيدنا، كل من خدم الدارمي. يا هل خدم الدارمي؟ كثيرين هواي. أنت أحد الناس خدمت الدارمي أصحاب. أنا خارج قوس. مولعي. لا لا واقع. أنا خارج قوس. سيد واقع هذا. أنت ما تفضل. لا واقع. أنا خارج قوس. أنا جاي أقول لك كل من كل إنسان تعب وخدم هذا اللون وخدم الشباب هذا ما تفضل. من رئيس منتدى إلى مقدم برنامج. من خدم الشباب ومن الذي خدم الشباب وهمش؟ إحنا سمعنا شغلة بالهمش الشباب. لا هو تهمش الخدم وتهمش. ها نعم. أي. والله هواية ناس خدمت هي. انت شو مكلف لي بالهواية هواية او شو اسمه؟ سيدنا انا ما احب اعد اشخاص فردي، ما احب احدد اشخاص، بس من خدم الشباب هواية من خدموا الشباب اولهم يعني هسه منتدى الغريب براسه ابو سلام فقر شبلاوي يعني يعني خدم الشباب بشكل يعني ومو احنا نقوله يعني وبالعراق بالعراق هو ايضا كل منتدى كل منتدى تاسس وظهر شباب للساحة هو هذا خدم الشعب. هاي تعتبرها ثورة الدارمة هاي. ثورة أكيد ثورة. ثورة أكيد هسه هو يعني بالذروة الدارمة حاليا. بالذروة الذهبية تعتبرها. نعم نعم نعم. مرتضى شو تقول؟ والله سيدنا بالنسبة المتفضل الأول سيد حامد جمراوي. ما أنا فضل أنا هسه أنا خارج قوس. الله يحفظك. خارج قوس. الله يسلمك. الله يسلمك. متفضل ما قلت ليش متفضل؟ بالنسبة لإظهار طاقات شبابية. المنتدى الأول الأنصف الطاقات الشبابية منتدى الغريب. براسة الحبيب فقار الشبلاوي الله يحفظك هوي. إضافة مهمة بالوسط الشعري وخدم اليوم لازم نكتب على حلقة اليوم الحلقة برعاية منتدى الغري ايش سوى هذا رجال منصف لازم الذكرى مستحيل احنا غير اليوم نذكر الانصاف الله يحفظك فقار الشبلاوي أو منتدى الغري انصفه اكو ناس منصفه ما ذكرت انصفه والكثير كذلك منتدى شناشيل براسة الاخ عدنان غضبان وحاليا جميع المنتديات يعني مثل ما تقول حذوت حذل الأخ فقار الشبلاوي زين من أجل خدمة الشعراء خوش حكي كثرة الأماسي شوفها زينة مو زينة والله سيد هي قبيل ما كماسي يقولون إحنا شعراء مظلومين أي هسا الأماسي كثرات قالوا كثرة الأماسي ملينا من الشعر مشكلة هاي يعني تسوى أماسي ما يرضون عليك تترك الاماسه فتره هم ما يرضون عليك بس الاماسه مهما يكون اضافه وخدمه للشباب زين حصرا للشباب زين شو تقول سليم الاماسه كلش مهمه ومفيده للشباب يعني واظهرت هواي من الشباب هاي الكثره الكثره حسب النوع شو بين شهر وشهر امسيه بين نعم شهر شهرين نعم. ثالث مهرجان هاي مو شوفها شوي راح تسوي تخمة عند الشارع والناس؟ لا ان شاء الله مو تخمة هي بس اكو شباب كانت مظلومة وجاها هسه الوقت المناسب تطلع تظهر. تمام. ايه. خل اسمع من عندكم ما عندنا وقت بقى اسمع منكم اسمع من مرتضى. خادم لك مولاي. اسمع منك. يا رب امس داعيك يا رب امس داعيك وابدع وتحاه قلش صفيت اليوم تطيني ولا ما يحس بالملشوم ما يحس بالملشوم بس المفارج ما يحس بالملشوم بس المفارج زتيتك ورديت بدموع غارج حلو يعني تملشوم يعني فراق فارق اي بس مو حبيب صديق صديق يا اخي انت بنتك شبه كبيره بنين ابو بنين ايه. بدو اروح لك بصف الرابع مره كبيره صارت ما دور ذن الحب وما ادري ايش هاتي ابد خليني اسمع منك جدر الصبر بجفاك جدر الصبر بجفاك فار وقلب لون يقرض وترسى ردود من مجرى العيون الله 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 يسلمك أحايا من بجفاك أحايا من بجفاك ما يهدى نوحي طور الملالي عليك ما أخذت روحي تتوتش على الحيطان تتوتش على الحيطان روح الرشيشة طاويها حزن جفاك طوي الغليشة الله, 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 الله يسلمك مولاي
تانية تداير حول. صار حلو. تانية تداير حول واحسب لملقى. ود الخبر ويقول انسان وانسى. والله تتحارش. ادريكم مطولين. ادريكم مطولين وانا برجاكم. مو قلب مو قد نار صار بجفاكم. بعد 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 بيتين يخربون. خلنا نسمع منك زليل. خادم سيدنا. ها قلت للشمات يا الواش وعداي داع الله كون يصير فيك السدى وياي. حوها حوها. الله يحفظك سيدنا. وكنت منجي فرحون بيان الاحباب. كنت منجي فرحون بيان الاحباب هسا صرت مكروه شيب بزلف شاب. الله الله. الله يحفظك سيدنا. الله الله يعزك مولاي. الما صعد على العيط الما صعد على العيط خلى على طوشه. نعم. الما صعد على العيط خلى على طوشه بس لا يهف حجار على الماء ينوشه. الله 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 يحفظك سيدنا. وراح تقرا بيتين انصاف اخيرا. احنا خلينا نسمع منكم لاخر دقيقه يأشر المخرج او دقيقتين. هاي دقيقه دقيقه ودقيقه للضيوف. تمام. اخر دقيقتين دقيقه لك يا سليم ودقيقه لك يا مرتضى. الله يحفظك. نسمع للشباب. ابدي بيت لاخوي ابو سلام. اي تحياتي. الله يحفظك. انا قلت لكم اليوم الحلقه برعايه ابو سلام فقر شبلاوي. لو بيد اذبح نوق. لو بيد اذبح نوق. لو بيد اذبح نوق للي يمشي توه. نعم. مردانه بس العوز غامتني قوه. أخوي عبد الخالق الجاسمي. ربع العطش هم بير أحفر لقوني. ربع العطش هم بير أحفر لقوني شربوا المجازاه بيد أرفعوني. بعد أمير الشبلي. عفوا أمير البعيج. من حلقي يا مطيت للخوة مني. من حلقي يا مطيت للخوة مني أشبع وظل جوعان خاشوقة شني. الله الله الله, الله يحفظك. مرتضى أسمع منك للشباب لأن الوقت يداهمنا ودنا نسمع أكثر للشباب وأنا خادم. مرتضى الزيادي يقول مو خشب لا كان حاس بفاد عثة. مو خشب لكن حاس بفاد عثة يوقع جلد شو قام هدم من نكثة. الله. حيدر الديواني. الله. من حصتش وازاك من حصتش وازاك بالخفية تعزل. نعم. ما ردتك من العين هالنزلة تنزل. الله الله الله. ودي أسمع منك وأسمع من سليم. شكرا يا سليم. الله يحفظك مولاي. الله يحفظك النجف وشعراء النجف. الله يعزك رحم الله والديك ان شاء الله كنا خدمتنا نظل عليك. سلامك مولاي رحم الله والديك والشرف. الله يوفقك مولاي. الله يحفظك. سلام. الى هنا اعزائي المشاهدين وصلنا الى ختام حلقتنا لهذه اليوم من البرنامج قصه دار من تبرنا بحلقه جديده وموضوع اخر. الى ذلك الحين في امان الله. Thank you.